طيب بالنسبه للفريق وضعه ايه دلوقتي؟ الفريق بيواصل التدريبات بتاعته، وكمان عايز اطمن حضراتكم كمان عشان ما ننساش، صحيح مصاب الفريق عندك احمد عبد القادر طبعا واحمد نبيل كوكا، هم قاموا بتنفيذ حسب معرفتنا البرامج التاهيليه بتاعتهم، ده كان على هامش المران عشان يتجهزوا بقى للعوده مره ثانيه ويشاركوا اللي فيه المشاركه الجماعيه تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي عندنا. طيب بالنسبه برضو دكتور احمد جابله رئيس الجهاز الطبي ومارسيل كولر وخالد بيبو كانوا برضو متابعين حجم الاصابه تحديدا، لو هتكلم هنا على وسام ابو علي اللي اتعرض كان ليها اصابه كانت كبيره جدا والاشعه للاسف ما كانتش افضل حاجه، هي اثبتت اصابته بشد في العضله الخلفيه وتم تحديد برضو يعني البرنامج التاهيلي ليه ومفروض هيتم تجهيزته في الفترة القادمة عشان يعود مرة تانية للمشاركة مع الفريق. فده بس كده سريعا على الإصابات اللي عندنا، بس يعني إن شاء الله كل الخير في الفترة اللي جاية طبعاً. يعني فيش موسم بيخلو من الإصابات لكل الأندية الحقيقة طبعاً. وده أمر برضو طبيعي، لكن إحنا كنادي أهلي إحنا بنحتاج كل اللعيبة بتاعتنا، فبالتوفيق ويرجعوا إن شاء الله في أقرب يعني وقت.